طب قولي لنا بقى، ليه قائدة كورال؟ يعني جت منين وانتي هنا وسافرتي عشان تتعلميها؟ انه ايه حبك في الموضوع وجات لك الفكرة ازاي؟ انا الكورال يعني اثر فيا من وانا صغيره. انا في كورال المدرسه الالماني من وانا عندي 10 سنين، اللي هو اول سن بنبدا فيه نغني في الكورال، وفضلت فيه لحد ما اتخرجت. وكان بالنسبه لي هو نقطه فارقه يعني في حياتي، لانه عملنا بيه كمان حاجات كتير، يعني عملنا اكتيفيتيز وسافرنا بره وقابلنا، عملنا تبادل مع اوركسترا من المانيا. فالكورال كان جزء اساسي في حياتي. وعلى فكره من زمان، من وانا صغيره بقول انا لما اكبر هبقى اول قائده كورال. يا سلام، معرفش يعني ليه حققتي يعني، طموحك. بس حلو. كنت بقول كده ونسيت يعني، في النص نسيت الموضوع ده خالص، لحد ما ظهر لي يعني الدراسه اللي انا عملتها دي بالصدفه. كنت بدور على حاجه لقيتها، فافتكرت بقى ان انا هو ده اللي يعني نفسك اللي انا فيها. نفسي اعمله. انا طبعا في مجال الموسيقى، بس ما كنتش يعني، كنت نسيت شويه موضوع ان انا اقود الكورال ده. لكن طبعا انا بشتغل في المدرسه الالماني كمان، ف مدرس موسيقى وقائده الكورال الاطفال اللي احنا شفناه من شويه. وده اللي خلاني احس ان انا لا، انا مش عايزه اعمل ده يعني بشكل من غير ما ادرسه، لا انا محتاجه اعرف تفاصيل عشان الاطفال دول في الاخر ياخدوا المعلومات او ياخدوا طريقه التدريب مني صح. عشان طبعا دي مسؤوليه كبيره جدا، كل صوت من دول مسؤوليه كبيره جدا، انه ما يبص ما اعملش معاهم تمارين غلط، حاجه تضرهم بعد كده في حياتهم. فلا انا عايزه ادرس الموضوع بطريقه صح عشان اعرف اديهم المعلومات بطريقه مظبوطه وادربهم بشكل صح لصوتهم. انجي، يعني انت خريجه ايه؟ مش معهد الموسيقى لا العربيه مثلا، معهد مع مدام راتل مثلا، مع نيفين علوبه؟ طبعا درست مع دكتوره نيفين علوبه. لكن مش ده هو الاساس. لا، انا اصلا خريجه اداب انجليزي، قسم literature، ادب. ادب. بحب اللغه الانجليزيه وبحب اللغات عامه يعني، ده برضو يعني من جاي من المدرسه طبعا، لان احنا بنحب اللغات بنتكلم لغات متعددة. فدرست ده، لكن طول الوقت كنت عارفة ومتأكدة ان الموسيقى جزء لا يتجزأ من من اي دراسة هعملها يعني. يعني طول الوقت كنت حاسة عارفة من ان هو ده صغرك. اللي انا ده اللي انا حباه، وده اللي انا حابة ادي انبوت فيه يعني. امتى بدأتي تاخدي خطوات ان انت تدرسي موسيقى؟ هل بعد الجامعة يعني؟ لا، انا بلعب بيانو من وانا عندي 7 سنين، ودخلت الكورال من وانا عندي 10 سنين، وبدأت ادرس مع دكتورة نيفين علوبة من وانا عندي 14 سنة. اوكي. وسافرت بقى مسابقات مع المدرسة الألماني، عندنا مسابقة انترناشنال مع مدارس الألماني في العالم كله، سافرت فيها كذا مرة ووصلت لآخر مرحلة. يعني موضوع الغنى ده أخذ معايا وقت طويل، وكمان عملت دراسة اللي هي الرويال سكولز اوف ميوزك في الغنى في لندن. تحديدا. هم يعني هي الدراسة تابعة لندن من الجامعة هناك، والممتحنين كانوا بيجوا مصر. في تخصص الغناء الكلاسيكي تحديدا يعني. يعني طب انت بس طول عمرك كورال، عمرك ما غنيتي لوحدك؟ لا، غنيت طبعا لوحدي. فين بقى؟ في المكتبه وفي الاوبرا وفي السفريات اللي كل يعني المسابقات اللي كنا بندخلها، في معهد جوتا، في يعني كل في المعهد الفرنسي، يعني كل الحاجات، الاماكن المتواجده. انا من اسكندريه، اللي موجوده في اسكندريه كنا بنغني فيها يعني، المجموعه اللي كانت متواجده في الوقت ده. احنا عايزين ما نسمعش كلامك الكلام، عايزين نسمع غنى، نشوف بقى عملتي ايه في الغنى. Bésame mucho.